مكملين جلستنا قبل ما نسمع من ضيوفنا المميزين ارتام وموسيقى اكثر، خلونا نزين الجلسه ايضا بعالم التصميم لانه كلكم صرتوا تحبوا العروض اللايف اللي بتشوفوها بقلب الاسواق. نرحبوا مع بعض بالمصممه رانيا شعار، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، كيفك؟ تمام تفضلي. بلشنا الترحيبة باسم غلط يمكن، ايه؟ كيفك ست رانيا؟ شو الحمد لله، مش الحال. رمضان كريم، ينعاد عليك بالخير والصحة. وعليك ان شاء الله رمضان كريم لكل الصايمين واللي مش صايمين كمان. الله يسلمك ويحفظك. كيفك حلوين؟ ميرسي، مزوقة. ثانك يو. لا بس انه انا بنقل الاشياء على بعضها لانه كثير كل هذا كم حجب كثير بيشوفوا بحبوا اياه. ميرسي. خبرينا عنك يا رانيا، شو تخصص فقط للمحجبات؟ اجمالا انا مش محجبات، انا الفكره اجت انه بعد ما التزمت بالحجاب حبيت انه هيك اعطي ضوء على انه الالتزام، يعني هو كله حب، الالتزام هو لون، الالتزام هو حياه، وخصوصا انه الفكره تياب الصلاه اجمالا عنا مثل هلا كثير ناس عم بيشوفوا، كانوا امبارح كان عنا كمان فاشن شو ببيان انه لا انه هيك فيكم تلبسوا فيكم هيك تصلوا، نحن فينا نصلي مثل ما بدنا، يعني المهم لو حطيت اي شيء بس هيك فضفاض مش يعني مش انا اللي بتشوفوا غريب، يعني انه كله الوان وديزاين وشوارفسكي وهيك. المهم تضل الوحده مختشفه، المهم بس انه ما يبين شيء من جسمها، بس فيها تلبس الالوان اللي بدها، كل شيء بتحب، يعني مش هو الالتزام مش هو انه انت تنحد، يعني اذا تحجبت مش انه انحجبت، يعني انت بدك تكون منفتح اكثر بالعكس على كل الحضارات وديننا اصلا دين التفتح. يلا نشوف مع بعض فيرست موديل، تفضلوا ان شاء الله تحبون. اوكي خبرينا. هيدا هلا على اللي دارج كثير المستاج. هلا بتشوفون للمستاج. اوكي. طب هيدا ايش بتلبسه برا ولا بالبيت؟ لا هيدا بتلبسه وبتصلي فيه العادي. حتى السجادات الصلاه كمان بيكونوا معهم كيف الشوارفسكي وال طيب يمكن سجادة صلاة بنمسكها بالطريقة هذه شوية مش ظابط الموضوع شباب، فيا ريت ما تخلونا نمسك سجادة الصلاة بهذه الطريقة. يا ريت يا ريما كنت شفتي لي هذه المواضيع قبل الهواء. اي معلش. لا هي بس عم بتورجيها لأنه المفروض تكون على الأرض. اي بس معلش أنا برفض إنه زي الصلاة بيتقدم بطريقة عرض أزياء، فبس شيلوا لي سجادة الصلاة ونرجع نشوف الأزياء مرة ثانية بطريقة مميزة. يعني أنت اعتمدتي إنه يكون في أشياء مختلفة واشياء مميزة ضمن انه اكيد بالنهاية كل واحد عنده رأيه. في ناس مثلا ما بتحب، في ناس بتحب السهم، في ناس بتحب بس انه في الواحد اجمالا يلبس اي شيء فضفاض واللون اللي بده. كيفنا مع الازياء التقليدية؟ بتلبسي عبايات؟ بتحبي الاشياء ال ما كثير، بحب يكون عندي وبحب اتعرف على كل شيء بس ما كثير، يعني بلبس عبايه وبظهر فيها برات البيت. بالبيت يعني بالبيت أكيد. ايه اكيد اكيد، بس انه في اشياء كثير حلوه تقليديه. ايه طبعا اكيد، شفنا عوده موضه العثمانيين والافلام التركيه شو عاملين بالعالم، صاروا كل المصممين بيتجهوا بيعملوا الابعيات. صاروا عم يعملوا ستات قعدات صبحيات بسموها صبحيه عصر الحريم او صبحيه الحريم او شيء. مره دعيوني على صبحيه بس قال لازم البس العبايه ونحط الاكسسوري على راسنا، فحسيت فكره شوي غريبه، ما رحت ما تقبلتها اني اقعد وهيك وحس، ما حسيت. رانيا انت بالايام العاديه بتصممي اشياء ثانيه ولا بس اذا طلب منك تصممي اشياء ثانيه بتعمليها؟ انا ضمن لانه نحن دومين شغلنا كجولري عملت لاين الماز مثل ما عم بتقولي حضرتك للجبين وهيك قبل ما يبلش المسلسلات التركيه اجمالا، انه لحتى تستعمل المدام المحجبه. وعندي كمان عبايات انه بتلبس مثلا مثل هيك ايام رمضان، حلو يغير الواحد انه ما يروح على عشاء او افطار بتياب عادي، بنطلون جاكيت او شيء، وبعدين كل واحد هو شو بحب يعني.
انا اجمالا محلي كل شيء يعني الاتوليه عندي كل شيء حتى ماجيت لرمضان حتى هلا ما بعرف اذا بنشوفهم شمع حتى الطاوله تبعيت رمضان بتشوفها كلها عم غنيه وعم ترقص بشمع بصحونه بيكونوا ديفرنت كلهم حلو انت مع مزج الثقافات مع بعض ناخذ شويه من الغرب ناخذ شويه من الثقافات الاندلسيه العثمانيه ليش لا اكيد اكيد هو لازم واحد ينفتح على كل شيء اصلا لانه يعني العقله بده يكون مفتوح ضمن انه هو التزامه كيف بقول له او شيء طيب مثلا سوري ما حبيت انت كيف حملوا السجاده اي لا الاشياء تبع الصلاه والاشياء اللي ديننا بفضل بخليها اشياء مقدسه انه يمسكوها محترمه لا اوكي لا عبايه صلاه في لي ازياء شويه صعبه ما اقدر اقبلها معلش مع احترامي لك واحترامي مع انه عملنا لا انه اكيد لانه الصبايا لك هي الفكره كلها جديده يعني مش حضرتك بس حتكون مستغرب انه فكرة على كل الناس جديدة يمكن أنا أول حدا مبلش يشتغل هيك بس إنه بس مايند يو أنا سيد الأفكار المجنونة يعني أنا بقبل أي شيء عملنا ديفيليه باليونسكو يونسكو معروف إنه مركز ثقافي وكثير كثير كثير حبت العالم بس إنه أكيد يعني حطوها بالأرض وهيك ايه. بس هون مش سبيس يعني أو المحل مظبوط إذا معلش على المهم نكمل هلا الباقيين بالمسابح حيكونوا ما بتعود بدنا أكيد رح نرجع نشوف بعد قليل لكن بدنا نسمع شيء شو بدنا نسمع؟ ميشيل مرحبا ما تركت لنا ميشيل هيك ما حدا راح فيه ولا ضيفه ولا شيء ولا بدنا نحيي اكيد لميشيل بيت نعمل شيء للجيش كمان ورجعنا للجزء الاخير من ليالي رمضان ببيروت ماجي بعدها موجوده معنا بحس انه ما سمعتك اليوم انا ماني فايله على فكره ما ولا تفلي ولا تحلمي تفلي ماني رايحة خبرينا شوي عم بتشوفي شو عم بيصير بالفضائيات شو المسلسل اللي شدك او حسيتي انه بينظلموا كلهم بينعرضوا مره واحده هو في شويه ظلم لانه بتحب اكثر من مسلسل بس ما فيك تتابعهم كلهم اوكي انا بحب هيك يعني اذا بدك اعمل جوله على كل المسلسلات لحتى نشوف لانه نحن بنقدر تعب زملائنا فلازم نشوف كل المسلسلات في مسلسلات كتير حلوة ما بدي سمي في مسلسلات يعني في عن جد صاير في إبداع بالنص بالكتابة بالإخراج في تطور في تحسن والشيء يعني يمكن يلي بلش من فترة الكومبينيشن بين مصري سوري لبناني يعني مسلسل عربي لاقى اصداء ولاقى نجاح مهم وقديشك فخوره بزملائك كثير الوضع اللي في مصر واللي وضع اللي في سوريا كل بلد قدم اكثر من 23 26 مسلسل ما معقول عن جد يعني تفاجئنا ونحن كثير فخورين وبنقول لهم يعطيكم العافيه وفي زملاء لنا لإلي التقيت فيهم كنت من فتره بدبي ما فيني خبرك باي ظروف اوقات يروحوا على التصوير ويرجعوا بكل بساطه كان فيهم يلغوا اوردر يقولوا نحن ما فينا نكمل وبتقدر تفهمهم بظل الوضع السياسي بس مجاهدين كل انسان بيجاهد ببلده بالدومين تبعه في ناس بتحمل سلاح يمكن وبتنزل في ناس بتحرس عائلتها بتحرس في ناس بتجاهد بالفن نحن شغلتنا انه عن جد نجاهد بالفن ونضل نعطي اعمال حلوه لانه ما فينا نستسلم لو كنا كئيبين وزعلانين وحزنانين عم نروح على شغلنا لحتى نطلع فن نطلع شيء حلو للناس لحتى تشوف ولحتى ترفع عن حالنا ما فينا نستسلم للحرب اذا استسلمنا للحرب وطننا العربي بيتدمر بس باذن الله لا راح يرجع ان شاء الله يا رب يعم السلام على كل الوطن العربي يا رب خاصه ماجي وعينك من العياده البيضاء من خلال الحمله اللي قدمتها من القلب للقلب ايه الحمد لله انا بدي اقول تفاجأت بشغلة انه حملة من القلب للقلب طلعت على هيك فنجان نسكافيه الصبح مع طارق سويد ووسام صباغ انه نجمع مبلغ صغير يمكن نجيب فيه هدايا لعائلة او لأولاد او حطيناها على الفيسبوك عنا على الفان بيج عن جد تفاجأنا بالتجاوب يلي جاوبوا الناس وصارت تكبر مثل البولدوناج بدي وجه عن جد تحية لكل الإعلام لكل الصحافة المكتوبة المرئية المسموعة يلي تبنت معنا الفكرة ووصلت لنا صوتنا
وصلنا لحوالي لأكثر من 70,000 دولار بفترة كتير صغيرة، قدرنا أنقذنا فيها كذا عائلة. وبعد الحملة مستمرة دائما بيجينا مساعدات. نشيد احنا بكل عمل خيري. رانيا لسه في عندنا 2 أوتفيتس نشوفهم مع بعض، وحنشوف كمان during the interview إذا بلحق نشوف فيديو خبرينا زي التقليدي للصلاة شو قدمتيه للسيدات. هيدا زي الموف بس ما حاسه عم يطلع صوت ماشي بلا اكيد من جوا هو مش عم يطلع. لا زي الموف هيدا عليه عين من ورا. هلا العين اكيد نحن كلنا بنآمن انه الحسد موجود، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا انه استجيروا العين، مش معناتها انه هي حتحمينا لانه انت مشان السجاده صار، بس انه العين موجوده. والموضوع الثاني لابسه مسبحه وهي بانه بتعبر عن المسبح التسبيح، يعني استوحيتي من المسبحه الاحجار احجار كريمه كله عليها، في اشياء بكون عليها كمان. حلو كثير. وانت عامله كذا لون؟ اكيد خامه القماش مريحه، في حرير، في قطن، في قماشات بتناسب كل يعني كل حدا المهم يكون مرتاح. يعني هو كيف بيرتاح، مثلا انا من الاشخاص يلي بحب لما اروح على المسجد مثلا كون لابسه احلى ما يكون، مش لورجي شو اوف يعني، بس انا هيك بحب لانه تلبس احلى ما عندك، هي الفكره لما بدك تصلي تلبس احلى ما عندك واتقل ما عندك، انت واقف بين ايدين رب العالمين بالنهايه. اكيد اكيد. للعيد محضرين اشياء لانه بعرف انه في كثير من العائلات كمان بيحبوا اشياء. اكيد يمكن لازم نعمل جلسه ثانيه لنشوف التفاصيل لانه عاملين سجادات بطريقه كثير مميزه وكثير حلوه، فلازم نعمل جلسه خاصه بعد رمضان انا نكتشف كل الحرفيه والدقه في تصنيع الاشياء. هو بس المهم بلال انه الفكره ما تجي بلاش نغش من هلا. ايه مش انا ما عملت شيء. اوكي انا ما شفت شيء. ايه ما عملت شيء انا. الفكره انه الافكار انه تتقرب، انه الواحد يحب الالتزام، مش يخاف ليلتزم، يحب الحب، يعني كل شيء مربوط بحياتنا هو بالحب. على العموم مكملين. اوكي انا عم بخلطهم. خلطي واختاري وخذي الاجابه الصحيحه كانت بيبي، هو هيدا الفيلم الجديد لنوفو بيبي دماغي اللي راح يشوف النور بعد شهرين تقريبا او شهرين ونص من الان، فترقبوه. والرابح او الرابحه طب اصحاب ايه مسيو عبدو بغيت لازم تحضروا لنا شيء نختم فيه صح؟ يس اوكي كلهم هو كلهم ربحوا ما حدد لي انه كسر البروجرام. قلت رابح هو شهر كريم. اميره من السودان الف مبروك لاميره من السودان، هديه قيمه ومميزه من سكر دوت كوم. الف مبروك لاميره. انتوا بتشوفوا انا عندي زبهلال، انتوا شايفين انا مش شايف. اوكي واضح. ألف مبروك لأميرة، تحية لكل أهلنا وأصدقائنا بالسودان، بعرف إنه في نسبة مشاهدة كثير كبيرة بالسودان. شوف نتيجة الاستفتاء على السريع لكل محبي المسلسلات التركية، مين الشخصية اللي ربحت؟ هويام ب 67%، وتأتي بالمرتبة الثانية خديجة، والمرتبة الثالثة والرابعة إكزيكو، فيروز وفريال. فوالا، تحية لكل مشاهدينا اللي كانوا على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم بيتابعونا ويتواصلوا وأيضا يتفاعلوا معنا. سيدي الكريم شرفتنا الليلة عيوني عن جد نورتنا، وصوت مثل هيدا لازم له حلقات مش بس حلقة. تسلم. لكن لمات رمضان نحن بنحب نشوف فيها وجوه الخير وكل واحد ناخذ من رحيق كل واحد شيء، فشو بنختم؟ رح اختم انا والبابا كوكتيل صغير. هيك بنقول رمضان كريم لكل اللي كانوا معنا. اكيد وينعاد عليكم بالخير والصحه ماجي، كل عام وانت بالف خير. انت بالف خير، ينعاد عليكم وعلى كل يلي عم بيشوفونا يا رب. وعليك ماجي وعليك رانيا ميرسي عن جد، كل عام وانت بالف خير. تحيتنا لكل المشاهدين، غدا ملقانا مع ضيوف جداد وفقرات مميزه، انتبهوا لي على قلبكم ونشوفكم غدا ان شاء الله. غنوش ما قلت شيء. رمضان كريم. الله أكرم. الحلوة دي قامت تعجن بالبدرية وديك بيتنا كوكوكو بالفجرية. يلا بينا على باب الله يا صنايعية، يجعل الصباح صباح الخير يا صباحية. صباح الصباح تفتح يا علي.
افتح يا علي والجيب ما فيه شي ولا مليم بس الما فاكرك وسليم باب الامل بابك يا رحيم ده الصبر طيب عهدني المحبوب بباله يجي